اكيد هنتكلم عن مباراه امبارح امام فاركو. وطبعا امبارح حقق نادي الزمالك التعادل رقم 7 ليه في بطوله الدوري هذا الموسم امام فاركو اللي كانت في برج العرب، وتحديدا بيمثل كده زي شفره، لان الزمالك طبعا يعني في مسيرته هو كسب فاركو كتير جدا، ولكن عمره ما كسبه في برج العرب من ساعه ما فاركو تقريبا صعد للدوري الممتاز. مستر جوميز بدأ بالتشكيلة هي تقريبا اللي مستر جوميز برضو بدأ بيها لقاء سيراميكا كليوباترا الأخيرة، واللي عبارة عن صبحي في الحراسة وأمامه الرباعي المسلوسي وحسام عبد المجيد وشحيتة وعمر جابر، وفي نص الملعب كان في دونجا وعبد الله السعيد ومصطفى شلبي وناصر ماهر وزيزو، وكان في مهاجم وهمي يوسف أوباما في ظل استمرارية غياب الجزيري وناصر منسي أكيد للإصابة، نتمنى لهم الشفاء العاجل أكيد، عناصر يعني مميزة جدا. المباراة الحقيقة بدأت كده بطريقة دفاعية واضحة جدا من فاركو مع الاعتماد على المرتدات والتحولات السريعة في انطلاقات السوداني أكيد سيف تيري، ولكن برضو الزمالك رغم كده قدر ان هو يخطف هدف عن طريق بينيه مميزه جدا من يوسف اوباما لزيزو واللي كسب ركله جزاء، وقدر ان هو يتقدم بيها بقى بالهدف الاول لنادي الزمالك، وزيزو بعدها يسجل 9 اهدافه الشخصيه في مسابقه الدوري السنه دي. ولكن بقى يا جماعه اللي حصل بعد الهدف، وللاسف يعني شفنا كده نادي الزمالك وهو بقى رتمه قل جدا ومستواه هدي وخد ثقة كده وتركيز قل والملعب اتفتح، وشفنا يعني بعد الهدف ده بالظبط كده شفنا الزمالك في حتة تانية خالص، وكأنه خد الثلاث نقاط خلاص ومريح بقى وبيلعب تسخينة، وبالتالي قدرت أكيد فاركو إن هي تتعادل وبنفس الطريقة برضو من ركلة جزاء. صحيح الزمالك في الشوط الأول وطول الشوط تقريبا التاني كان بيعرف صحيح إن هو يخلق فرص كتير، وكانت أكيد يعني تحديدا عن طريق زيزو، الحقيقه يعني احنا لو اتكلمنا عنه مش هنوفي حقه ابدا على اللي بيعمله على الاداء اللي هو بيقدمه لنادي الزمالك، ولكن كانت من غير اي فاعليه او من غير اي ترجمه حقيقيه للفرص دي داخل الملعب وداخل المباراه. زي ما قلنا التركيز قل جدا، الريتم بتاع المباراه وبتاعنا احنا خصوصا فريق نادي الزمالك يعني قل قوي وهدي قوي، ولعبنا باريحيه قوي، وده اللي دايما تقريبا الغلطه يعني اللي احنا بنقع فيها دايما بعد ما بنسجل اي هدف، ان احنا بنهدى كتير قوي وبناخد وقت تاني لغايه لما نفوق، وده لما دايما يتسجل فينا هدف او يدخل في شباكنا هدف نبتدي نفوق تاني. يكفي ان انا اقول لكم ان زيزو برضو يا جماعه لو هرجع اتكلم على زيزو فهو في الشوط الاول صنع 6 فرص، وده رقم ضخم جدا ان هو يعمله، مشكله كبيره جدا كمان ان لاعب لوحده يصنع الرقم ده في الشوط او في المباراه بشكل عام، ان هو يصنع 6 يعني اسيست وما يترجموش بقى وما فيش حد يخلص ويترجم الاسيست بتاعه زيزو دي. الشوط الاول 3 ركنيات مثاليه لحسام عبد المجيد المفروض طبعا مكانهم في الشبكه، لكن كل واحد فيهم تعامل معاه بسوء تركيز، ده اللي نقدر نقوله عن المباراة. الشوط الثاني الرقم ده وصل لعشر فرص قدر ان هو يصنعهم زيزو بمفرده في مباراة واحدة ما بين كرات ثابتة ولعب مفتوح، برضو ما ترجموش لفرص، ما ترجموش لأهدافه.